إلى كالي، حيث بدأ آلاف المهاجرين رحلة الانتقال إلى السكن في أرياف فرنسا، فيما اختفى بعضهم بعد إزالة مخيم كالي المسمى بالغابة. وبناء على توجيهات من الحكومة الفرنسية، فمن المتوقع أن تستقبل منظمة أوفيرون في حوالي 1800 مهاجر في حلول نهاية العام. هذا القرار أدى إلى موجة غضب وتصاعد الخوف بين سكان القرى المعنية باستقبال المهاجرين، إلا أنه قوبل بموجة تضامن من الحقوقيين، كما لم يمنع بعض العائلات من مد يد العون إلى هؤلاء المهاجرين الذين كانوا يسكنون في مخيم كالي انتظارا لفرصة للعبور إلى الضفة الأخرى للوصول إلى بريطانيا. الحكومة البريطانية من جهتها أجرت عدة مقابلات مع القاصرين الذين لديهم أقارب في المملكة المتحدة البريطانية بغية استقبالهم في بريطانيا. المخيم الذي كان يعيش فيه بضعة آلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين وفدوا من القارة السمراء، وفد معظمهم من قارة إفريقيا إلى ذلك المخيم، كانوا يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة البريطانية بطرق غير شرعية عبر الدخول إلى الحافلات التي تنتقل بين كالي ودوفر. معي للحديث حول هذا الموضوع المختص في قضايا اللاجئين صلاح القادري من فرنسا. سيد صلاح القادري، نرحب بك في هذه الحلقة من حقوق الناس. الآن العملية يبدو بأنها اكتملت. من وجهة نظر حقوقية، ما هي ملاحظاتكم على كل العملية الفرنسية لإزالة مخيم كاليه المسمى بالغابة؟ بالنسبة لعملية إزالة مخيم كاليه بالنسبة لفرنسا كانت لها ثلاثة أبعاد. هناك بعد حقوقي، هناك بعد سياسي، وهناك بعد كذلك هو متعلق بتاريخي، بسمعة فرنسا كدولة حقوق الإنسان ودولة لقبول اللاجئين. البعد التاريخي أثبتت فرنسا للأسف على أنها غير قادرة على استيعاب مجموعة من المهاجرين غير شرعيين أو التعامل معهم بطريقة لائقة. لماذا؟ لأنه حصلت عملية الترحيل لمئات إن لم نقل آلاف من الناس في الوقت الذي تقوم دول مثل تركيا ولبنان ودول أخرى باستقبال الملايين من اللاجئين. المرة الثانية على أنه لم يحدث هناك تفرقة بين اللاجئين الذين هم خرجوا من بلدانهم تحت طائلة وحتى تحت إكراه الحرب وإكراه الخوف وغياب الأمن، وبين بقية المهاجرين الذين هم مهاجرون غير شرعيين بالمنطقة. ولكن في هذه النقطة بالذات سيد صلاح القادري، من المفترض أن فرنسا منحتهم إقامة مؤقتة كلاجئين في مختلف أنحاء فرنسا، وهم الذين فضلوا أن يكونوا في كالي للوصول إلى بريطانيا. الأمر ليس بهذه السهولة بالضبط. هي فرنسا الآن أعطتهم الفرصة على وضع ملفات لدى السلطات الفرنسية الإدارية الفرنسية في انتظار معالجة هذه الملفات. هي ليس كل من كان في مخيم كالي قد حصل الآن على الإقامة. يعني هم الآن تقدموا بطلبات لجوء إلى فرنسا، من المفترض أن يقوموا بذلك. نعم. البعد الثاني في هذه المسألة بعد القضية الإدارية، القضية التاريخية، هي القضية السياسية. المخيم كالي الآن أصبح نقطة صراع وتبادل الاتهامات والاتهامات بالفشل بين الحزب الحاكم وبين المعارضة. طيب، دعنا نركز في هذا البرنامج على البعد الحقوقي. عملية إزالة المخيم وأخذ اللاجئين إلى أماكن أخرى، هل شابها أي انتهاكات حقوقية؟ العملية حينما تكون عملية أمنية بعد ما أعطوا لهم الحق في تقديم ملفات اللجوء، بالحق الأمن أن يمارس القوة المسموح بها من أجل إخلاء هذا المخيم. فأي شخص يقاوم القوة الأمنية هو الذي يخالف القانون وليس العكس. لو حصل أن هذه المجموعة لم تعطها أي حق في إبداء حق
بوضع ملفات من اجل الاقامه وكذا، يصبح الامر حقوقيا امرا غير مقبول. لكن من حق الدوله الفرنسيه كدوله سياديه ان تمنع وجود مخيمات غير قانونيه على ارضها، وهذا الامر ليس فيه اي معيب قانوني يعني. نعم. طيب ختاما سيد صلاح القادري، الاشكاليه التي وقعت هي الظروف التي كان يعيش فيها هؤلاء اللاجئون وعدم منذ البدايه والاستمرار المده الطويله التي بقي في هذا المخيم. سؤالي الاخير، هل تعتقد بان ازمه هذا المخيم قد انتهت بعد مخاوف من ان بعضهم فعلا قد هرب الى الغابات المجاوره لكاليه، وربما يشكل مخيمات اخرى وتجمعات اخرى اكبر من المخيم الذي تمت ازالته؟ اظن انه حتى توقيت القرار باخلاء هذا المخيم كان بالضروره هو قرارا سياسيا، لانه بعض مرشحي اليمين في الفتره الاخيره بداوا يضربون الحزب الحاكم بهذه الزاويه، لذلك لا اظن ان المخيم سينتهي، ولكن الدوله الفرنسيه ستتعامل بطريقه حازمه وقويه جدا مع اي محاوله لانشاء مخيم لاجئين سواء في كالي او في مكان اخر. الدوله الفرنسيه الان امام الراي العام الفرنسي، ونظرا للانتخابات الرئاسيه القادمه وحساسيه هذه الانتخابات، اظن ان الحكومه الفرنسيه وحتى البرلمان الفرنسي والمجتمع المدني الفرنسي عموما والطبقه السياسيه لن تتسامح وستتضامن في منع انشاء اي مخيم للاجئين والمهاجرين بطريقه غير شرعيه. ايضا سؤال اخر بالنسبه لاستقبال هؤلاء في بعض القرى الفرنسيه بالعموم، هل سجلت اي انتهاكات او حالات تمييز من قبل الفرنسيين لهؤلاء اللاجئين أو اعتداءات أيضا عنصرية ضدهم؟ لحد الآن لا توجد اعتداءات، ولكن هناك بعض الأحياء وبعض المدن وبعض البلديات قام بعض سكانها بالتوقيع على عارضة التي يقدموها للمنتخبين المحليين وللسلطات التنفيذية في المنطقة أو في المنطقة أو في البلدية التي يسكنون فيها، من أجل منع استقبال هؤلاء، لأن هؤلاء سيمثلون خطرا هوياتيا على كون ترتيبة المجتمع الفرنسي أو على الأمن. هناك نوع من التخويف من اللاجئين، هناك نوع من التخويف من المهاجرين غير شرعيين. نعم. لذلك جزء من هذا رد الفعل هو رد فعل غير طبيعي مع وجود بعض التصرفات العنصرية، وهذا أمر لا يخلو منه أي مجتمع سواء كان في فرنسا أو خارجها. أشكرك شكرا جزيلا المختص في قضايا اللاجئين صلاح القادري، كنت معنا عبر الهاتف من فرنسا.